السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد العبد من دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله النهاردة احنا جايب لكم آخر أخبار تنسيق الثانوية العامة وآخر أخبار النتيجة وامتحانات القدرات. أول حاجة بالنسبة للنتيجة، طبعا تقريبا كلنا عرفنا الموضوع ده، إن النتيجة مش هتبان قبل عيد الأضحى، النتيجة هتبان بعد العيد على طول. لأن دلوقتي النهارده بيقولوا إنهم هيبدأوا من بكرة يعملوا محصر وتحديد لأسماء الأوائل من بكرة إن شاء الله، اللي هم حوالي تقريبًا من 25 ل 50 حسب العشر الأوائل على مستوى الجمهورية والمقرر والكلام ده كله. بعد كده هيعملهم الإعلان عن أسماء الأوائل ديت فور اعتماد الوزير للنتيجة، وطبعًا ده احتمال كبير يبقى بعد العيد، ما أعتقدش يلحقوا قبل العيد. دايمًا يا جماعة نتيجة الثانوية العامة بيعملوا محاصر الاول الاوائل، الوزير يعتمد النتيجه، يتصل بالاوائل زي ما احنا شفنا في الفيديوهات اللي انتشرت الايام دي، وبعد كده تبدا النتيجه بتظهر بعد الاوائل. وكل سنه غالبا لو الاوائل قالوا عليهم فول اليوم بيجي تقريبا المغرب العشاء تبدا تظهر ايه على النت، واحيانا كمان يقال ان هي بتتسرب كمان قبلها بفتره كمان. طيب ده بالنسبه للنتيجه. فتح اختبارات القدرات، طبعا الميعاد النهائي يوم 8/8 على موقع البوابه بتاع الحكومه المصريه، طبعا اللي هو بتاع التنسيق يعني. بعد كده هيبدا بدايه المرحله الاولى اللي اعلنوا عنها للتنسيق، هتبقى 20/8. انا قلت انا اهو يا جماعه بدايه المرحله الاولى بتاع التنسيق هتبقى 20/8 مش قبل كده، عشان الناس ترتاح، لان ما فيش اي حاجه هتظهر قبل العيد ولا نتيجه ولا غيره ولا تنسيق ولا الكلام ده كله، وكل الاخبار اللي بتقول لكم ديت كلها اخبار ايه غير صحيحه. حاجه تانية بالنسبه للنتيجه، انا هسيب لكم في الوصف بتاع الفيديو الروابط، كل الروابط، ويتم تجديد الروابط باستمرار اللي هيبقى عليها النتيجه، سواء كان اليوم السابع او موقع الوزاره او موقع فيتو، اي موقع هيبقى عليه روابط للثانويه العامه وبيجيب النتيجه صحيحه هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. كده احنا وصلنا للاخبار السريعه بتاعتنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى اخبارنا سريعه كده عشان الناس بتتضايق من الفيديوهات الطويله، وان شاء الله الاخبار مش هتعدي اكتر من 3 دقائق. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، فعل الجرس، وكمان اعمل لايك طبعا للفيديو، ولو عندك اقتراح اكتبه لنا في تعليق. كان معكم احمد العبد من دروس تعليميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.